السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي بكل خير، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية. قبل أن نبدأ أصدقائي في هذا الفيديو، نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله، لا إله إلا الله. كما تشاهدون أصدقائي من عنوان هذا الفيديو، فراشة الموت العف تصيب النحل والعسل وهي دودة الشمع، طريقة الوقاية والعلاج بأسهل الطرق أصدقائي والحلول. قبل أن نبدأ أصدقائي، إن كنت أول مرة تزور القناة، نأمل منك فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع إعجاب لهذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء حتى تشجعونا دوما ويصلكم كل جديد وتعم الفائدة أصدقائي، والكل يتعلم. فكما قال رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أصدقائي الأعزاء، أصدقائي المشاهدون، كما تشاهدون أصدقائي أن الشمع متآكل أمامكم، وفراشات الشمع تهاجم الأقراص الشمعية أصدقائي. خطورة هذه الفراشات أنها تضع اليرقات وتضع الديدان التي تكمن في المناطق الدافئة أصدقائي. هذه الفراشات أصدقائي، أو بما تسمى فراشة العف أو فراشة الموت أو دودة الشمع أصدقائي، كلها نفس المسمى أصدقائي. هذه تتكاثر وتكمن في المناطق الدافئة وتتفادى المناطق الجبلية وتقتلها الحرارة أصدقائي. الحرارة المنخفضة لا تعيش فيها هذه الفراشات أو هذا النوع من الفراشات أصدقائي. كما تقوم يرقات الديدان الشمع بعمل أنفاق أصدقائي. يعني لو قام أحدكم أصدقائي، أحد النحالين، بعمل في العتلة التي يقوم باستخدامها في النحل، لو قام بعمل قشط على البرواز أو الإطار، فسيظهر له نفق يوجد به يرقات. تؤدي هذه اليرقات إلى دودة الشمع أصدقائي، ويظهر لكم فيها البراز والذي يشبه البذور السوداء الصغيرة أصدقائي، كالفلفل الأسود أو كبذور البصل الصغيرة أصدقائي. كما تشاهدون أصدقائي أن الطوائف القوية أو الخلايا القوية لا تصيبها الفراشات أو هذا المرض، لا تصيبها دودة الشمع أصدقائي. تنشط الفراشة ليلا في الداخل وتدخل في الليل أصدقائي، وتصنع البيض وتخرج قبل بزوغ الفجر، حيث يظهر الضرر في الطوائف الضعيفة ويتم القضاء عليها أصدقائي. هي لا تحب الفراشة الضوء، لا تحب الفراشة الضوء أصدقائي. عفوا أصدقائي، يعني لو قام مثلا في هناك بعض الفائض من البراويز أو الإطارات أصدقائي، وقام أحدكم بوضعه في مكان هاوي، في عريشة أو في غرفة هاوي يصله الهواء ومضلل من الشمس، فإنها لا تصيب هذه الفراشة بشرط أن تكون نظيفة وألا يكون بها عسل أصدقائي. هناك دورة أصدقائي لهذه الفراشة من 4 مراحل.
البيضة واليرقة والشرمقة والبالغ. البيضة كما تعرفون أصدقائي، واليرقة تعرفونها، الشرنقة تعرفونها، والبالغ تعرفونها أصدقائي. البيضة كما قلنا لكم أنها تشبه الحبة الفلفل الأسود الصغير أو كبذور البصل الصغير أصدقائي. اليرقة هي معروفة لديكم كالدودة الصغيرة أصدقائي. والشرنقة تصبح يعني لديها جناحين وتتهيأ لأن تصبح بالغا لتطير، فتضع البيض، والبالغ أنها تضع البيض أصدقائي. الوقاية أصدقائي إن كانت أجزاء الخلايا محكمة والطوائف الموجودة بالمنحل قوية، فهذه أحد أهم الوقاية للخلايا، أن تكون الخلايا أصدقائي لديكم محكمة ومغلقة الإحكام ومحكمة الإغلاق وقوية أصدقائي. تنظيف الخلايا أيضا هذه من الإجراءات الوقائية التي تمنع وجود اليرقات ووجود الفراشة أصدقائي أو دودة العث أصدقائي. دوما يجب أن تقوموا بتنظيف الخلايا أصدقائي. ضم القوافي الضعيفة، يعني ضعف الخلايا هو سبب كبير أصدقائي، ضعف الخلايا سبب كبير في حضور العث أو الفراشة إلى الخلايا أصدقائي، فيجب تقوية الخلايا دوما وضم الطوائف أو الخلايا الضعيفة إلى بعضها البعض أصدقائي. أيضا الزوائد الشمعية التي يبنيها الشمع في الأطراف، هذه لا يجب أن نرميها على الأرض أصدقائي، يجب أن يتم وضعها في مكان معين مخصص لذلك، وتستنفع منها بعد ذلك إعادة تدويرها وصناعة الأقراص الشمعية أصدقائي أو الشمع. أيضا أصدقائي هناك الإطارات الزائدة عن الحاجة أو البراويز الزائدة عن الحاجة داخل الخلية والتي لا يغطيها النحل، أيضا يجب رفعها من الخلية أصدقائي. هذه من إجراءات الوقاية حتى لا تأتي الفراشة. إعدام الأقراص القديمة أصدقائي كلما أمكن ذلك، لأن الحشرة تفضل عن غيرها عند وضع البيض، فتختار البراويز أو الإطارات القديمة أصدقائي. هذه الآفة خطيرة وهذه الفراشة خطيرة أصدقائي. لماذا خطيرة أصدقائي؟ لأنها تتغذى على العسل وحبوب اللقاح. عفوا أصدقائي، يوجد علامات الإصابة، يعني عندما تصاب الخلية لديك أو الطائفة فهناك علامات تظهر على الخلية من الخارج والداخل، فهناك علامات أصدقائي تظهر على الخلية من الداخل والخارج أصدقائي. العلامة الأولى وهو انخفاض الإنتاج. إنتاج ماذا؟ إنتاج العسل وإنتاج حبوب اللقاح وإنتاج النحل. نعم. اثنين، النحل يكون خاملا ونادرا ما يطير أصدقائي، فتجده خاملا يعني قد تجده متكورا حول نفسه داخل الخلية بعيدا عن الأقراص المصابة أصدقائي. نعم، هذه ملاحظة مهمة. كما أيضا أصدقائي تظهر الديدان في القاع وهي اليرقات. الديدان اليرقات تجدها تتحرك وتقوم ببناء كالقطن أصدقائي. الأمر الذي يليها الرابع، العثور على برواز عفة يشبه بذور البصل. بذور البصل كما أفدناكم هذا هو البيض أو البراز أصدقائي. العثور على براز العثة أصدقائي. أيضا كما تشاهدون أصدقائي وتعلمون أنه يوجد في الجزء السفلي من الخلية عدد كبير من النحل الميت. هذه علامة من العلامات يمكن أن تثير هذه الأمور.
وظهور الطفيليات أصدقائي في أسفل الخلية أيضا بسبب عدم النظافة وأن الخلايا ضعيفة وتكون هناك رطوبة عالية. أصدقائي، هناك عدة طرق للتعامل مع عفة الشمع في الخلايا أصدقائي، اللي هو الإيثيمول والخل أو مواد أخرى يعني لا تكون خطيرة كهذه. الإيثيمول هو كحول يتم إحضارها من الصيدلية أو أي مكان أصدقائي. الخل معروف لديكم، خل التفاح أو أي خل آخر أصدقائي. أصدقائي، أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو. إن استفدت أترك أثر جميل بالضغط على اللايك وإضافة تعليق جميل مثلك ومشاركة الفيديو لتعمل فائدة. أصدقائي، إلى اللقاء في المرة القادمة مع فيديو جديد وموضوع جديد. أتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.